بعض الفقهاء قال إنه ركن، وبعض الفقهاء قال إنه واجب، وبعض الفقهاء قال إنه سنة، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ويقصدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويقول اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عند بعض الفقهاء، وهو المذهب عند الحنابلة، ركن في التشهد الأخير. طيب، ما الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول الصلاة الإبراهيمية، لو قلنا الصلاة الإبراهيمية ركن لكان خطأ، الصلاة الإبراهيمية تشمل كل ما ورد في هذه الصلاة، وإنما نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل أن الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه، فأمر الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل هذا أمر مطلق ليس في الصلاة. نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من هذا الأمر أنه في الصلاة، فهموا من هذا الأمر أنه في الصلاة. كيف هذا؟ ما الدليل؟ الدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أن السائل لم يسأل. يعني معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال السكوت حتى تمنى الصحابة أن السائل لم يسأله عن هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. وهذا إنما هو في الصلاة. طيب، هنا سيأتي إشكال أو تعجب منه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال كيف يقولون إن الركن هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون بقية الصلاة الإبراهيمية، مع أنها وردت في الحديث الذي استدلوا به؟ واضح يا إخوة؟ يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إما أن يقولوا إن الصلاة الإبراهيمية كلها ركن، أو يقولوا إن الصلاة الإبراهيمية كلها ليست ركنا. أما التفريق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وما تبع ذلك هذا تفريق عجيب. قلت وليس بعجيب من حيث النظر الفقهي، لأنهم لم يستدلوا بالحديث، وإنما استدلوا بأمر الله في القرآن، والحديث مفسر له في موطنه، فهم إنما استدلوا بقول الله عز وجل صلوا عليه، فهذا أمر، والأمر الذي جاء في القرآن إنما هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنه إنما يحمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد على ذلك هو سنة ومستحب. هم لم يستدلوا يا أخوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، ويقولون مثلا هنا قولوا أمر، والأمر الوجوب، لا، وجه استدلالهم أن أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفسرها، أن أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الصلاة، فدل ذلك على أن هذا يعني ركن، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دون بقية الصلاة الإبراهيمية. وكما يعني يظهر والله أعلم،
فيما يظهر لي أن القول بأنها ركن هو القول الراجح، وإن كان مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله رجح أنها سنة، لأن الشيخ نظر إلى أن استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، قال وهذا أمر إرشاد، وهذا أمر إرشاد، لكن استدلالهم مركب من الأمر في القرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك دليلا على كونه ركن.